الله الرحمن الرحيم. أحب أن أعرف نفسي أولا، أنا اللواء مستشار عبد الرحمن ناصر الكومي، رئيس. وصلت تدريجيا حتى رئيس محكمة عسكرية عليا للجنايات، وعضو محكمة النقض العسكرية، وحاليا محامي بالنقض. بالنسبة لمخالفات البناء، نظرا لاتساع مخالفات المواطنين في الدولة، سواء كان تعدي على نهر النيل أو التعدي على الأرض المملوكة للدولة أو التعدي على المباني ببناء أدوار مخالفة، فقد زادت هذه المخالفات من عام 2011، من يوم 25 يناير 2011 حتى تاريخه. فلجأ السيد رئيس الجمهورية والمسؤولين إلى إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري، لما لها من سرعة في الإنجاز، ولما لها من الرضع الكامل لكل المواطنين، ولما لها من الحفاظ على الحقوق العامة للدولة، وأن يكون هناك مساحة خضراء بين العمارات، وأن يكون هناك رد لكل الحقوق للدولة التي اغتصبت في هذه الآونة الأخيرة. البلد في نهضة في كل مراسمها، في كل مؤسساتها، في نهضة بالفعل من كل مؤسساتها. إذا كان هناك مخالفة مباني، ففيه المجلس المحلي بيقوم بمعاينة العقار أو معاينة الأرض المخالفة، ويقوم بتحرير اسم الشرطة المخالفة على ذلك، ويتم تحويلها إلى القضاء العسكري، النيابة العسكرية المختصة، النيابة العسكرية المختصة في كافة أرجاء الجمهورية. النيابة العسكرية المختصة بتكون بدراسة المحضر، وما إذا كان الدفاع هيقدم، ما إذا كان هناك تصالحات من الوحدة المحلية، أو هناك تصالحات من الوحدة المحلية من تحرير الشروط الإنشائية أو السلامة الإنشائية للمخالفة، ومن دفع ومن قيام بالإزالة ويرجع الحال لما كان عليه من عدمه أو لا. فإذا كان هناك إرجاع الحال لما كان عليه من عدمه، وإذا كان هناك إزالة للمخالفة، فيكون من النيابة ما هي إلا إخلاء سبيل للمتهم في هذا الوقت. أما إذا كان لم يكن هناك إخلاء سبيل لسبب أنه لم يكن بإزالة المخالفة أو إعادة الحال لما كان عليه، فلابد من حبسه، والحبس يكون 4 أيام أو 15 يوم حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، وأن يقدر نسبة المخالفة بالمتر، المتر من 50 جنيه إلى 2000 جنيه حسب المنطقة، سواء كانت قرية أو إيه أو مدينة حديثة أو إيه منطقة راقية، من 50 للمتر إلى 2000 جنيه للمتر. ويكون بعد ذلك عمل محضر بالذي تم، وعرضه على النيابة العسكرية التي تقوم بإخلاء سبيله. يتقدم المتهم للنيابة العسكرية بأنه ما هو القرار؟ فإذا كان القرار بدفع كفالة للخروج، يقوم بدفع الكفالة، ويقوم النيابة أو تقوم النيابة باستلام المبلغ، بتحرير الإيصال اللازم ودفعه في المجموعة 28 شرطة عسكرية، ويتم إخلاء سبيله. يتقدم في حالة تلك الإجراءات أن يتقدم المحامي إلى النيابة العسكرية بطلب إلى السيد رئيس النيابة، مرفقا به إجراءات التصالح، وما إذا كان هناك إزالة من عدمه، وما إذا كان قادرا على دفع المخالفة التي قدرت من عدمه. النيابة العسكرية والقضاء العسكري عموما شعاره عدالة سريعة مؤكدة والردع التام. العدالة السريعة المؤكدة هي أن تقوم النيابة والمحاكم العسكرية وفروعها بالكامل بالردع لكل المخالفات والحفاظ على الحقوق عامة، سواء كان المواطنين أو للدولة. أنا مؤيد قرار السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحالة تلك المخالفات إلى القضاء العسكري لسرعة الإنجاز وسرعة الرد، خاصة أن المدة قصيرة وهي 6 أشهر، حتى تقوم الدولة بواجباتها الأخرى، خاصة أنها في هذه المرحلة بالذات مرحلة النهضة لكل مصر.
عن نهضة لكل مصر، سواء مباني أو عقارات أو أملاك دولة أو الحفاظ على حقوق المواطن أو الحفاظ على حقوق الدولة. فأنا أؤيد قرار السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والله الموظف العام في المحليات إذا خالف هذه القرارات بالرشاوة أو خلافه يحال المحكمة، مش يمشي خالص، لا يحل المحكمة الأول، يعني لأن ده بيدي قرار غير صحيح، لابد أن يتحرى الدقة والقرار الصحيح منه. والموظفين في هذه الحالة بيقبلوا الرشاوة طبعا، مش كلهم، في ناس كويسين وناس أمنة فنحافظ عليهم، عشان كده ما بتحولش كل الناس، تحول المخالف فقط. يا باشا المواطن عارف ان هو واخد في دور مخالف فيتحمل نتيجته. هنتكلم في موضوع القضاء العسكري. القضاء العسكري مقنن بانه يرأسه رئيس هذه الهيئة بتتبع وزارة الدفاع، ويرأسها رئيس وعدد كافي من الأعضاء، بيتوافر في حقهم قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 بالشروط الواجبة لهم، وبيتوافر فضلا عن هذه الشروط شروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون 46 لسنة 72 من قانون السلطة، ويكون شاغلي هذه الوظائف شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة. أما بالنسبة للقضاء العسكريين فهم مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، وغير قابلين للعزل نهائيا عدا الملازم أو عضو النيابة العسكرية، فهو خاضع للقانون 232 لسنة 59، فهو قانون خدمة القوات ضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط القوات المسلحة. وفي نقطة أخرى لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري بأي حال من الأحوال إلا في حالة التلبس، وإذا قبض عليه في حالة التلبس فلا يجوز على ضابط القضاء العسكري حبسه إلا بإذن من هيئة القضاء العسكري، وهناك لجنة داخل الهيئة في القضاء العسكري هي التي يعرض عليها الموضوع ويرفع الأمر إليها في مدة 24 ساعة، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس من عدمه أو الإفراج عنه بكفالة أو بدون كفالة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات إلا بإذن اللجنة المنوع عنها بعد طلب من المدعي العام العسكري. أما في اختصاص القضاء العسكري تحكمها المادة 4، وهم ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط الصف والجنود، وطلبة المدارس، وأسرى الحرب، وأي قرار عسكري تشكل أي قرارات عسكرية تشكل من رئيس الجمهورية، وعسكري القوات الحليفة والملحقين العسكريين أثناء خدمة الميدان، أي العاملين المدنيين داخل القوات المسلحة. أما بالنسبة لإسراء هذا القانون على مين، تسري أحكام هذا القانون في جميع الجرائم التي تقع في المعسكرات والسكنات والمؤسسات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة، لصالح القوات المسلحة، والجرائم التي تقع على معدات القوات المسلحة وعلى مهمات القوات المسلحة وزخائرها ووثائقها وأسرارها وأسرار القوات المسلحة، والجرائم التي تقع من المناطق في المنطقة المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وكذلك الجرائم التي يرتكبها أحد العاملين في المصانع الحربية. أيضا تسري كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون القضاء العسكري، متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم. النقطة الثانية في هذا الاختصاص كافة الجرائم التي تقع من الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم مدني، أي إذا كان هناك شريك أو مساهم مدني مع ضابط القضاء العسكري أو صف ضابط القضاء العسكري فيخضع هذا للقضاء المدني، والقضاء المدني أي أنه له صاحب أي أنه هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الموضوع، فيرجع الاختصاص فيه إلى القضاء المدني.
اذا كان هناك مساهم غير العسكريين، يعني مساهم مدني، فبيرجع للقضاء المدني. كل شخص ارتكب جريمة معينة خارج جمهورية مصر العربية بيخضع لأحكام هذا القانون، بيخضع لأحكام هذا القانون، سواء كان فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري، يحاكم بمقتضى أحكامه حتى ولو كان قانون البلد التي به ضابط القضاء العسكري أو صف ضابط القضاء العسكري يعاقب على هذه الجرم. ولكن في نفس الوقت يكون لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام القضاء العسكري في مصر، إلا أنه يراعى مدة العقوبة التي قضاها خارج البلاد تستنزل منه وتراعى العقوبة أمام القضاء العسكري. كذلك يخضع لأحكام قانون القضاء العسكري جرائم الأحداث بالكامل، اللي هم الصغيرين اللي هم بتاع المعاهد والمدارس العسكرية، والقصة دي بتخضع أيضا لأحكام القانون القضاء العسكري، استثناء من أحكام القانون 31 لسنة 74 اللي هو قانون الحديث، وبنفس الاختصاصات المخولة للنيابة والمراقب الاجتماعي. أما بالنسبة للعسكريين الذين يرتكبون الجرائم وقت خدمتهم فهذه برضو أيضا تخضع لأحكام القضاء العسكري حتى ولو خرج من الخدمة، حتى ولو خرج من الخدمة، لأن العبرة في هذه الحالة بوقت ارتكاب الجريمة. ارتكاب الجريمة أثناء خدمته في القوات المسلحة فيحاسب على ارتكابها طالما ارتكبها حال وأثناء خدمته بالقوات المسلحة. كل هذا منصوص عليه في قانون القضاء العسكري، إذ لم يكن هناك نص بيحكم أي واقعة فيكون الرجوع لنص المادة 10 من قانون القضاء العسكري، وهو تطبيق قانون الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا، الواردين في القوانين العامة اللي هي المادة 10 بتقول نرجع للقوانين العامة بالنسبة لقانون الإجراءات وقانون العقوبات. أما بالنسبة لأعضاء القضاء العسكري المختصين فهم ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية والضباط والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من وفاء عوده، ومن يخول هذه الصفة مقتضى قوانين أخرى. وأيضا من أعضاء القضاء العسكري ضباط القوات المسلحة كلهم في موقعه، يعني قائد الكتيبة وقائد اللواء وقائد ده له اختصاص داخل وحديته في ارتكاب جريمة يقوم بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العسكرية، حالته للنيابة العسكرية بما هو موجود من جرم أو ما ارتكبه من جرم، سواء كانت مخدرات أو خلاف أو سلوك أو خلاف. وفي نفس الوقت ضباط القوات المسلحة بالكامل، وفي نفس الوقت قادة التشكيلات برضو بيخضعون، لكن القانون بيفرض عليهم تحرير المحاضر، كافة المحاضر، وإثبات ما يقع، ما إثبات جميع الإجراءات في محاضر موقع عليها منهم وتاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، وعليهم عرضهم، عرض تلك المحاضر على القادة وعلى المختصين. تمام؟ الحاجة الأساسية بالنسبة للمحاكم بقى، هنتكلم عن المحاكم العسكرية باختصار. أيضا المحاكم العسكرية لها أنواع. المحاكم العسكرية، المحكمة الأول محكمة هي المحكمة العسكرية العليا للطعون، ودي أعلى محكمة بتوازي محكمة النقض العسكرية. اللي بعديها هي المحكمة العسكرية العليا للجنايات، اللي بعديها المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، اللي بعديها المحكمة العسكرية للجنح. هذه هي أنواع المحاكم الموجودة في قانون القضاء العسكري. المحكمة العسكرية العليا للطعون بتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كافي من الأعضاء من القضاء، وعدد كافي من القضاء برتبة عقيد على الأقل، لكن الدوائر المشقة منها لا تقل رتبة رئيسها عن عميد، عن عميد. دي المحكمة العليا للطعون لا تقل الرتبة عنها عن عميد. أما المحكمة العسكرية للجنايات فيرأسها، يرأسها يكون شاغلينها ثلاثة قضاة، أقدمهم هو رئيس المحكمة وممثل للنيابة
وكاتب للجلسة، وتنظر هذه المحكمة في الجنايات عموما، في الجنايات عموما، في الجنايات عموما، وفي كل ما يحول إليها من النيابة العسكرية المختصة في نطاق اختصاصها من الجنايات ومن خلافها. المحكمة العسكرية الجنح، المحكمة العسكرية الجنح المستأنفة، هي بتنظر القضايا الواردة إليها من محكمة الجنح، الطعون الواردة إليها من محكمة الجنح، والمحكمة الجنح هي التي تنظر في الجنح عموما. بالنسبة بعد انتهاء التحقيق، الإجراءات بتاع إجراءات المحاكمة، يكون التحويل من الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية أو التحريات العسكرية أو الشرطة المدنية إلى النيابة العسكرية المختص، ويتم قراءة هذه المحاضر والتأشير عليها من السيد رئيس النيابة أو عضو النيابة المختص بعد قراءته، باستدعاء الشهود واستدعاء المتهمين وما خلافه، وإذا كان هناك فض للإحراز، وإذا كان هناك فض للإحراز أو هناك استدعاء لكل الشهود الموجود، وبعدها يتم إحالته إلى المحكمة العسكرية بعد توقيع قرار الإحالة، أي قرار الاتهام بالنسبة للعسكريين من قادتهم. والقادة لابد أن يكون مخول لهم الإحالة، والقادة لابد أن يكون لهم مخول لهم الإحالة، أما المدنيين فيحالوا مباشرة من رئيس النيابة العسكرية. تمام؟ الحاجة اللي بعد كده، وطبعا معروف ان اول جلسة في المحكمة، انا بقول الاجراءات، اول جلسة في المحكمة بتكون حضور، بيكلف السيد رئيس المحكمة النيابة بالحضور والشهود والمتهمين امامها. اول جلسة لابد ان يطلب الدفاع تأجيل القضية لحين الاطلاع عليها وتصويرها، والاطلاع والاستعداد والتصوير. الجلسة الأخرى حال ورود الشهود، إذا حضر الشهود طبقا للقانون يكون شاهد أمام المحكمة والآخر خارج القاعة، ويستجوب الشهود من رئيس المحكمة شخصيا ومن الدفاع ومن دفاع المتهمين، حتى نصل للحقيقة أو حتى يصلوا إلى الحقيقة الصحيحة وهي العدالة. بعدها بعد مراعاة والسلطة، الجلسات علنية في كل أحوالها، ويجوز أن تكون سرية مراعاة للنظام العام والحفاظ على الأسرار الحربية أو الأداب، وأن يمنع بعض الأفراد من الحضور لو في قلق معين، بيمنعوا أفراد من الحضور. ده أنا بقولك على الإجراءات بتاع المحكمة. ضبط الجلسة وإدارتها طبقا للقانون منوطة برئيسها، يعني الرئيس المحكمة هو الذي يقوم بإدارة الجلسة وضبطها، ولو في أي إزعاج في المحكمة يؤمر بحبسه 24 ساعة وهكذا طبقا للقانون. أيضا للمحكمة إصلاح الخطأ المادي كما في القانون أيضا، أو أي تغيير في القيد والوصف، فإذا كان تغيير القيد والوصف للأشد فلا بد أن ينبه الدفاع على هذا الأشد، وأن يعطيه أجلا للتأجيل المحكمة، لتأجيل الجلسة، أن يعطيه أجلا حتى يتم تحضير دفاعه، حتى يتم تحضير دفاعه. ويجوز للمحكمة في الحالة دي، ويجب على المحكمة في هذه الحالة، أن ينتدب للمحامي للمتهم محام للذي عليه الدور، إذا كان غير قادر ماليا على دفع أو على إحضار محام على حسابه الخاص. وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس، الجنح التي يجوز فيها الحبس، لابد ويجب على المحكمة إحضار دفاع من اللي عليه الدور طبقا للقانون. ويدون كل ما يجري في جلسة المحكمة بمعرفة كاتب الجلسة أثناء حضور المتهمين والمتهم وفي جلسة علنية. إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية فيجوز للمحكمة تأجيل الدعوة أو الجلسة لحين استدعاء مرة أخرى وتنبه عليه أن تنظر المحكمة الدعوة إذ لم يحضر في القضايا. وعلى المحكمة أن تحقق الدعوة أمامها كما لو كان المتهم حاضرا. الحكم في كل أحواله بيبدأ
بيبدأ بأخذ الأصوات من الأحدث ثم الأقدم، ويكون 2:1، تمام؟ أن يكون 2:1. وحكم الإعدام الحاجة الوحيدة اللي حكم الإعدام لابد أن يصدر بإجماع الآراء، ده فيش 2:1 في حكم الإعدام، لابد أن يكون من إجماع الآراء على إعدام هذا الشخص. ولا يصدر حكم الإعدام إلا بعد إرسال الأوراق للمفتي، مفتي الجمهورية، وإذا لم يحضر قراره خلال 10 أيام يجوز للمحكمة الحكم في هذه القضية بالإعدام، تمام؟ يصدر الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الجلسات التي نظرت القضية هي جلسة سرية. يشتمل هذا الحكم الذي صدر على الأسباب، ويجب أن يشتمل الحكم على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، والرد على كل طلب هام، والرد على كل طلب هام أو دفع جوهري، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. في النهاية بالنسبة للحكم لا يجوز أن يكون، لا يصح الأحكام النهائية إلا بعد التصديق عليها من الضابط المصدق على الوجه المبين في قانون القضاء العسكري. يعني المحكمة بعد ما تخلص وتكتب أسبابها بتوصل للضابط المصدق القضية للتصديق عليها بمعرفة الرجل القضاء اللي موجود في أفرع القضاء وهو رئيس فرع القضاء في كل منطقة بعد قراءته للقضية وكتابة مذكرة بأن هذا الحكم اشتمل على كافة الأسباب القانونية والصحيحة والإجراءات القانونية لكي يتم التصديق عليها. الأحكام العسكرية عموما لابد من التصديق عليها حتى تصبح الأحكام نهائية، وتصبح الأحكام النهائية بالتصديق عليها من الضابط المختص، الضابط القائد المختص. طبعا الإجراءات عموما اللي هي سيادتك قلت لي هات قضية ونتكلم فيها، أو هات تسلسل القضية، التسلسل القضية باختصار القضية بتروح للتحريات، القضية عن طريق شكوى من أي متهم أو أي محاكم أو أي شخص أو أي مواطن إلى التحريات أو الشرطة العسكرية أو المخابرات أو إلى ذلك. تاخد أقواله وبعد أخذ أقواله إلى حالة للنيابة العسكرية، النيابة العسكرية بتطلع على المحضر وبتشوف مين اللي طلباه، تطلب منه، تطلب المتهم، تطلب الشهود، تطلب كذا، تطلب كذا. طلبات النيابة العسكرية بيؤشر على المحضر بيحضرهم في خلال مدة معينة عن طريق سواء العارض أو عن طريق فاكس عسكري اللي هو الفاكسات العسكرية، بتطلب الحضور، بتطلب الشهود العسكريين، أما الشهود المدنيين فيكون بورقة التكليف في الحضور عن طريق القانون برضو، معرفة القانون برضو، تمام؟ إذا كان هناك تزوير فالعرض على مصلحة التزييف والتزوير حتى يتم، إذا كان هذا تزوير من عدمه، إذا كان هذا التزوير مادي أو معنوي أو من خلافه، تمام؟ أو إذا كان هناك قطف لابد العرض على الطب الشرعي حتى يتم بتقرير صفة تشريحية، ما إذا كان هناك قتل من عدمه. وإذا كان هناك وبعد الانتهاء من التحقيق والحبس، وإذا كان هناك حبس المتهم أو خلافه أو الإفراج أو إخلاء سبيله، فتعرض القضية على المحكمة بعد توقيع قرار الإحالة من القائد المختص بالنسبة للعسكريين أو من رئيس النيابة إذا كان مدنيا. وبعد وصول القضية للمحكمة كان بحضور ممثل النيابة وكافة الأطراف فيها، وبعد أن يطلب بأول جلسة التأجيل للاطلاع والاستعداد، ثم استدعاء الشهود، ثم مناقشة الشهود في الجلسة، ثم مناقشة الجهوز في الجلسة، ثم الحجز لنطلب الحكم بعد انتهاء القضية والحكم فيها وتحرير الأسباب والعرض على الضابط المصدق عن طريق أفرع القضاء المختصة في جميع الجهات المركزية. وده باختصار طبق الإجراءات المحاكمة. بالنسبة لمعاملة النيابة العسكرية مع المواطن، معاملة طبقا للقانون وتكفيل حق المواطن أمامها بكافة الطرق الرئيسية، زي مثلا الإخلاء سبيل، إذا لم تكن هناك سبب رئيسي لحبسه يتم إخلاء سبيله بالضمانات الكافية طبقا للقانون، فالنيابة العسكرية هي خصم شريف، تعاملها مع المواطن تعامل شريف، إذا لم يكن له حق الحبس فلم يكن بحبسه، عشان تبقى، لكن له ضمانات، وأن يتم حضور محامي مع المواطن خاصة في الجنح التي يجوز فيها الحبس، وخاصة في الجنايات التي تحلل المحكمة العسكرية العليا. ف
فلابد أن يكون هناك دفاع يحضر مع المتهم في كل القضايا المعروضة أمام النيابة. الدفاع يحضر حضوره أمام النيابة العسكرية لمراقبة التحقيق، وما إذا كان هناك سؤالا غير قانوني أو خارج الموضوع فيتوقف عن إبدائه بمعرفة المحامي. فالمحامي ضمانة للمواطن، وفي نفس الوقت النيابة لا تخرج عن النطاق القانوني لكل شيء داخل التحقيق. النيابة خصم شريف، فلابد أن تصل إلى العدالة في هذا التحقيق، وبنهاية التحقيق إذا كان إحالة تحيله بقرار اتهام إلى المحكمة، وإذا لم يجد فلابد لها أن تقوم بالتقرير بألا وكل إقامة الدعوة، سواء كان لعدم الصحة، لعدم معرفة الفاعل، لعدم الجناية، وهذا هو حق النيابة في التحقيق. أنا بدعو كافة شباب المحامين والمحامين للمسؤول أمام القضاء العسكري، لأنه قضاء عادل. قضاء عادل هو في نقطة إن هو لما في إدانة وفي رضع معين في جرائم معينة يجوز. يعني أنا عايز أنهي جرائم الهروب أو جرائم الغياب، من حق إن أنا أرفع الحكم فيه. جرائم معينة بدأت تنتشر زي جرائم المخدرات، لابد أن أرفع الحكم على المتهم حتى يرضع الآخرين، حتى يرضع الآخرين، تمام؟ فإذا القضاء العسكري هو قضاء عادل في هذه الأحوال.